الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة عيد الأضحى هنتكلم النهاردة في تاني محاضرة في الإبيديميولوجي. هنتكلم عن التايبس اوف إبيديميولوجي، سواء الديسكريبتيف إبيديميولوجي او الاناليتيك إبيديميولوجي. هنتكلم عن البروسيس اوف إبيديميولوجي. في بيزك ترايات فور ديسكريبتيف إبيديميولوجي، ودي بتشمل التايم والبليس والبيرسون. وفي بيزك ترايات فور اناليتيك ابيديميولوجي، ودي بتشمل الهوست والايجنت والانفيرومنتال فاكتورز. هنتكلم عن التشين اوف انفكشن او الانفكشوال سايكل، واخر حاجه نتكلم عنها بريكنج ذا تشين اوف انفكشن او هاو تو بريك ذا انفكشن سايكل، دي ازاي نعمل بريكنج للسايكل اوف انفكشن. فالمحاضره مهمه و ممكن تكون طويلة شوية، فهنركز فيها كويس. هتلاقوني حطلكوا في السلايدز كده بعض الأسئلة على بعض النقاط علشان نوضح ايه الحاجات المهمة وايه هي المين بوينتس اللي موجودة في المحاضرة، والحاجات اللي احنا لازم نعرفها، وازاي الأسئلة في الامتحان بتيجي زي ما احنا قلنا قبل كده. ومش شرط طبعا ان الأسئلة هجيبها زي ما هي مكتوبة، لا، ده نموذج من الأسئلة علشان بس نبقى عارفين الجزئية دي بيجي فيها الأسئلة ازاي او الامتحان بيجي فيها ازاي. هنبدأ في محاضرتنا النهاردة. اول حاجة types of epidemiology، عندنا نوعين من الابيديميولوجي، descriptive epidemiology وanalytic epidemiology، يا اما دراسة وصفية او دراسة تحليلية. الدراسة الوصفية دي معناها ان انا جاست ان انا بوصف حاجات معينة، بعمل examining the distribution of a disease in a population and observing the basic features of its distribution in terms of time, place and person. انا جاست بس ان انا بعمل examination، يعني ببدأ ان انا اوصف الديزيز ومدى انتشاره في البوبيوليشن، وبشوف ايه هي الفيتشرز بتاعت الديزيز دي، خصائص الديزيز ايه، بينتشر لمين، بيصيب مين بالظبط، مين عندي اللي بيصاب اللي هو البيرسون، في ايه الاماكن اللي بينتشر فيها الديزيز، في انهي وقت، ات اني تايم بيحصل الديزيز. فلازم احدد ايه هي الفيتشرز بتاعت الديزيز in terms of time, place and person. دي مهمة جدا، فهي دراسة وصفية انا بوصف فيها الديستريبيوشن بتاع الديزيز، مدى انتشار المرض في البوبيوليشن، وايه هي الفيتشرز بتاعت الديزيز دي بتحصل من خلال التايم والبليس والبيرسون، وده هنتناوله بعد كده، هنتكلم فيه باستفاضة. بعد كده الاناليتيك ابيديميولوجي، ودي الدراسة التحليلية. لازم الدراسة التحليلية بيسبقها دراسة وصفية، انا ما ينفعش احلل واقول تحليلي الا واطلع بنتائج الا اذا كنت وصفت الاول، يبقى بيسبق الاناليتيك ابيديميولوجي، لازم بيسبقه ديسكريبتيف ابيديميولوجي، الدراسة الوصفية الاول. الدراسة التحليلية دي تيستينج اسبيسيفيك هايبوثيسيس، بحط افتراض اباوت ذا ريليشن شيب اوف ا ديزيز تو الكوز، يعني انا بحط افتراض للعلاقة بين الديزيز والكوز. By conducting an epidemiologic study that relates the exposure of interest to the disease of interest، يعني مين هو الاكسبوزد ومين unexposed، يعني انا هقول مثلا الناس اللي هي exposed للسموكينج بيحصل لها lung disease اكتر من الناس اللي هي unexposed. ده افتراض انا بفترضه، افتراض بحطه، بحط هايبوثيسيس، بحط افتراض، والافتراض ده بعد كده بفضل ان انا ماشيه مع الدراسه واعمل دراسه وصفيه واشوف مين العينه بتاعتي وباخدها منين وباخدها امتى وتحت انهي ظروف، وابدا بعد كده احلل واطلع نتائج واعمل ريليشن شيب بتوين الكوز والايه والافكت بتاعي او الكوز والديزيز. الإفكت ده ممكن يكون problem أو health related events أو disease أيا كان، ممكن يكون complain أي مشكلة بتحصل. خلاص،
بعد كده هنتكلم عن البروسيس اوف ابيديميولوجي. طيب ايه هي البروسيس بتاعت الابيديميولوجي؟ انا ببدأ الابيديميولوجي بايه؟ اول حاجة لازم اعملها ان انا اعمل ايدنتيفاي للبروبلم او النيد. ايه هي المشكلة؟ لازم اعرف المشكلة الاول. انا عندي مشكلة معينة، ايه هي المشكلة؟ ان انا عندي لانج ديزيز مثلا، عندي كورونا منتشرة بين الناس. طيب ادي عندي مشكلة. collecting and analyzing data to identify factors. هبدأ ان انا اجمع كل المعلومات حوالين المشكلة دي، كل المعلومات عشان اعرف ايه هي الفاكتورز اللي بتأثر على الهيلث بروبلم اللي حصلت دي، ايه اللي خلى البروبلم دي تحصل، ايه اللي خلاني اوصل للنتيجة دي. فبجمع كل المعلومات، بعرف كل الفاكتورز اللي ممكن تأثر على البروبلم الهيلث بروبلم دي. بعد كده بحدد ايه هي الابيديميولوجيكال ميثودز اللي انا هستخدمها عشان اقدر ان انا احط ايه كوانتيفاي ذا فريكوانسي اوف اوكيرنس، واعمل ايه كاركترايز، يعني ابدا ان انا اعرف ايه هي من خلال الابيديميولوجيكال ميثودز دي الوسائل اللي انا بستخدمها دي علشان اعرف مدى انتشار الايه المرض، حدوثه قد ايه. خلاص بلانينج استراتيجي فور كنترول اند بريفنشن. لازم احط بلان بقى، هحط بلان علشان اعمل كنترول على الديزيز اللي بيحصل واعمل بريفنشن ان يكون في عندي نيو كيسز. بعد كده هعمل امبلمنتيشن للبلان اللي انا حطيتها دي واعمل ايفالويشن للميثودز اللي انا استخدمتها. يبقى دي البروسيس اوف ابيديميولوجي. البروسيس اوف ابيديميولوجي مهمه جدا. اول حاجه بعمل ايدنتيفاي للبروبلم، ايه هي البروبلم اللي عندي. تاني حاجة لازم اعمل كولكت للداتا، بجمع كل المعلومات علشان اقدر ان انا اعرف ايه الفاكتورز اللي ايه ذات انفلونس الايه الهيلث بروبلم. بحدد ايه هي الميثودز اللي هستخدمها، انا هستخدم انهي وسيلة، هل انا هستخدم انترفينشن، هستخدم educational بروجرام، هستخدم حاجة معينة هستخدمها، هستخدم فاكسينيشن، هعمل اويرنس للناس، ايه هي الميثودز الابيديميولوجيكال ميثودز اللي انا هستخدمها. بعد كده ببدا ان انا احط بلان كويسه جدا واعملها امبلمنتيشن واعمل ايفالويشن للبلان بتاعتي والامباكت دي الامباكت بتاعها شكله ايه. بعد كده نتكلم عن البيزك تراياد اوف ديسكريبتيف ابيديميولوجي. ايه البيزك تراياد اوف ديسكريبتيف ابيديميولوجي؟ البيزك تراياد يعني ايه هي الاسينشال كاركترستيك اوف ذا ديزيز. انا عندي ثلاثه كاركترستيك للديزيز لازم ان انا اهتم بيهم في الديسكريبتيف ابيديميولوجي، التايم والبليس والبيرسون. لازم اعرف ايه هو التايم اللي بيحصل فيه الديزيز، مي انهي بليس بيحصل فيه، مين هو البيرسون. اول حاجه التايم، وين، امتى بيحصل الديزيز، هل الديزيز ده changing or stable، بيتغير من وقت لآخر ولا هو بيجي في وقت معين، يعني ما هل هو seasonal مثلا، موسمي، بيجي في الصيف بس، بيجي في الشتاء بس، بيحصل في وقت معين من السنة، بيحصل في monthly every year، يعني لازم أعرف ده. هل هو clustered epidemic يعني ولا evenly distributed زي الانديميك، يعني بياخد مكان معين مستوطن فيه ولا بينتشر بين الناس بسرعة، يعني ال point source، ولا هل هو واخد موسم معين، بيجي في البرد بس، بيجي في الحر بس، بينتشر في انهي تايم. خلاص تاني حاجة البليس، وير، بيحصل فين، جيوغرافيكالي ريستريكتد ولا وايد سبريد، هل هو واخد مكان معين زي ما قلنا مستوطن انديميك، ولا هو بانديميك واخد وايد سبريد يعني زي الكورونا فيروس كده واخد عالمي منتشر. الكلايمت افكتس، تمبريتشر هل بتأثر ولا لا، الهيوميديتي، في كومبايند افكتس، في كذا عامل بيأثر على الديزيز او الهيلث بروبلم ده ولا لا، بيحصل في الرورال والاربن، يعني هل هو بيحصل في القرى بس ولا بيحصل في المدن بس ولا بيحصل في الاثنين،
كل الحاجات دي مهمة جدا، معلومات لازم اعمل كولكت لكل الداتا دي. بنشوف هل هو ليه علاقة بالانفيرمنتال اكسبوجر، يعني هو بينتقل مثلا عن طريق الووتر والفود كونتامينيشن، ولا بيحصل عن طريق الملك، بينتشر عن طريق الملك، بينتشر عن طريق الاير. فهل في انفيرومنتال فاكتورز بتأثر على بينتشر مثلا في الأماكن الحارة أكتر من الأماكن الباردة، الدول اللي هي فيها درجة حرارة عالية بينتشر فيها أكثر انتشارا فيها، ده مهم جدا. خلاص، بعد كده بالنسبة للبيرسون أو البيرسونال كاركترستيك بقى، مين هو البيرسون اللي بيحصل عنده الديزيز، اللي بيصاب بالديزيز؟ هل هم الاولد ايج، هل هم اليانج ايج، هل هم التشيلدرن البيبيز اللي هم النيو بيبي؟ فيعني احنا عايزين نعرف ات اني ايج بيحصل الديزيز. جندر بيجي للميل ولا الفيميل، ولا بيصيب الميل زي الفيميل، ولا هو منتشر في الفيميل اكتر من الميل. السوشي اكونوميك ستيتس، الايديوكيشن، هل التعليم مأثر، هل مثلا ما بيجيش للدكاترة، ما بيجيش للهايلي ايديوكيتد، وبيجي للناس اللي هي اللي عندها جهل وعندها لو اويرنس. الاوكيوبيشن، هل بيجي لوظائف معينة، منتشر بين وظائف معينة دون الوظائف الاخرى. الانكم مأثر ولا مش مأثر، هل الناس اللو انكم هي اللي بتصاب بالمرض اكتر من الناس الهاي انكم ولا العكس. الماريتال ستيتس، هل المارد بيحصل له اكتر من الان مارد. الاثنيسيتي والريس والجينيتك بروفايل، الهابتس والبيهيفير طبعا، والبيليفز والكاستمز، العادات والتقاليد والحاجات دي كلها، هل هي بتأثر ولا ما بتأثرش. الديسكريبتيف ابيديميولوجي، زي ما احنا قلنا ان الديسكريبتيف ابيديميولوجي بيكون مهم جدا ان انا ابدأ بيه قبل الاناليتيك ابيديميولوجي، علشان اعرف انا هبص على ايه وايه اللي انا هعمل عليه كنترول، وابدا ان انا بعد كده اقدر ان انا تو بي ايبل تو فورميوليت الهايبوثيسز، اقدر احط هايبوثيسز افتراض وعلى اساسه ابدا ان انا احط البلان واعمل امبلمنتيشن واعمل ايفالويشن. وهنا لازم ابدا البروسيس اوف ابيديميولوجي من اولها، اولها ان انا هعمل ايه، هعمل ايدنتيفاي للبروبلم، اولها هعمل ايدنتيفاي للبروبلم، وبعدين ابدا ان انا اجمع الداتا. هجمع الداتا ازاي الا من خلال الديسكريبتيف ابيديميولوجي. بعد كده ببدا ان انا اشوف ايه هي الفاكتورز اللي بتاثر، وبعد كده ابدا ان انا احدد الميثودز اللي هستخدمها، وبعد ما احدد الميثودز ابدا ان انا اعمل بلان، احط بلان واستخدمها واعمل امبلمنتيشن واعمل ايفالويشن. خلاص، دي طبعا اسئله على الجزئيه اللي فاتت. هنتكلم بعد كده عن ايه هي البيزك تراياد اوف اناليتيك ابيديميولوجي. احنا اتكلمنا عن البيزك تراياد اوف ديسكريبتيف ابيديميولوجي، وهي بتشمل التايم والبليس والبيرسون. عندنا البيزك تراياد اوف اناليتيك ابيديميولوجي، ودي بتشمل الهوست والايجنت والانفايرمنت. مهم جدا ان انا العلاقه بين الثلاثه دول، لان ده اللي بيكون لنا الانفكشن بعد كده، ده اللي بيحصل من خلاله الانفكشن، الايجنت والهوست والانفايرمنت. ايه هو الايجنت؟ الايجنت ده اللي هو الانفكشوس ايجنت، او السبب اللي بيسبب عندي الايه، المسبب للمرض. الايجنت ده ممكن يكون بيولوجيكال، ممكن يكون فيزيكال، كيميكال، انفايرمنتال، سايكولوجيكال. البيولوجيكال زي المايكرو اورجانيزم، الفيزيكال زي التمبريتشر، في درجات الحرارة العالية مثلا بينتشر المرض، الراديشن، التروما او اذرز. الكيميكال ايجنتس زي الاسيدز والالكالايز، البويزن، التوباكو زي ما احنا قلنا، السموكينج والحاجات دي. الانفايرومنتال ايجنتس زي الايه، الحاجات اللي هي بتنتقل عن طريق الفود والووتر كونتامينيشن، الميلك، الحاجات دي. خلاص، سايكولوجيكال طبعا اكسبيرينس،
ممكن تكون دي ايجنت بالنسبة لنا وتسبب امراض كتير جدا، الحالة النفسية. بعد كده الكوزيتيف ايجنت، ده طبعا سؤال. بعد كده عندي الايه، الهوست فاكتورز. الهوست فاكتور، وده بيشمل الجينيتك فاكتورز طبعا، لو هو عنده عامل وراثي بيبقى سهل جدا ان هو ينتقل له المرض، زي الناس اللي هي الديابيتك مثلا، زي الهايبرتنسيف او الكارديوفاسكولار ديزيز، كل الحاجات دي جينيتك. جينيتك لو في جينيتك فاكتور موجود فبيبقى سهل جدا ان هو ينتقل له المرض. هل مرتبط بالاميونيتي؟ الناس اللي هو اللو اميون طبعا بيبقى سهل جدا ان ينتقل لها المرض. الايج، الاولد ايج بيبقى اكتر عرضة من اليونج ايج. البيرسونال بيهيفير طبعا، واللايف ستايل، الحاجات دي كلها، والتغذية والعادات السيئة، ده كله ممكن يكون عامل في ايه، ان بينقل المرض. فده هوست فاكتورز. في بعد كده الانفايرومنتال فاكتورز، زي مثلا كراودنج ارياز، ان احنا قاعدين في مكان مزدحم فبالتالي بينتشر المرض، تنتشر العدوى. الاتموسفير اللي احنا قاعدين فيه، هل احنا قاعدين في مكان جيد التهوية او مفهوش تهوية خالص، طبعا ده بيفرق. المودز اوف كوميونيكيشن، احنا بنتعامل مع بعض ازاي، ايه هي وسائل التواصل بيننا وبين بعض، هل احنا مش محافظين على الكوميونيكيشن رولز والستاندرد، ان احنا يكون في مسافات بيننا، فده طبعا مهم جدا. اذا كان في ريسيرفوار او فيكل اوف انفكشن، حاجه في وسيط بين الانفكشن في المكان اللي احنا قاعدين فيه، دي انفايرومنتال فاكتورز، زي مثلا الموسكيتو، الناموس، اما يقرص حد انفكتد ويجي ينقل لحد تاني ان انفكتد ينقل له العدوى وهكذا. فدي كلها انفايرومنتال فاكتورز بتاثر على حدوث الانفكشن. طبعا الثلاث حاجات اللي احنا اتكلمنا عنهم دول مهمين جدا، الهوست والايجنت والانفايرومنت. لو حصل انتر اكشن بين الثلاث حاجات دول بيحصل عندنا الانفكشوس ديزيز. بمعنى لو احنا عندنا الكوزيتيف ايجنت موجود والهوست فاكتورز متوفره جدا، ان هو تنتقل له الكوزيتيف ايجنت، يبدا ان هو يدخل له من اي مدخل، يلاقي له بورتال اوف انتري، اي مدخل يدخل منه، سواء اذا كان هيتنفسوا او هياكلوا في الاكل او هياخدوا عن طريق البلد، وموجوده الانفايرومنت اللي يقدر يعيش فيها الكوزيتيف ايجنت عشان ينتقل للهوست، او عندي الفيكتور اللي هو هينقل الكوزيتيف ايجنت للهوست. لو حصل انتر اكشن بتوين الثري فاكتورز دول اللي هم الهوست ايجنت انفايرومنت، بتحصل انفكشوس ديزيز على طول، تحصل العدوى. يعني ايه انفكشن؟ الانفكشن عبارة عن invasion, development and multiplication of the microorganism in the body. يعني بيحصل invasion، اختراق للميكروorganism، ويحصل له development، ويحصل له multiplication، ويبدأ انه يتكاثر داخل الجسم الانسان او الانيمال ايا كان، ويبدا ان هو تظهر او ما تظهرش عليه الكلينيكال مانيفيستاشن. مش دايما تظهر عليه الكلينيكال مانيفيستاشن، على حسب. يبقى الانفكشن هي عباره عن انفيجن، اختراق وديفلوبمنت، ويبدا ان هو يدخل ويحصل له مالتيبليكيشن، يتكاثر داخل جسم الانسان، وبعد كده may or may not lead to clinical manifestation. ممكن تظهر عليه الكلينيكال مانيفيستيشن، ممكن يبقى كارير ومش ظاهر عليه اي كلينيكال مانيفيستيشن، ويمشي يعدي في الناس وهو مش حاسس ان هو كارير او حامل للمرض. The occurrence of infection depends on the concept of disease causation which is based on three factors، اللي هي الايه، الهوست والايجنت والانفايرمنت.
هنتكلم عن طيب ايه هي التشين اوف انفكشن، ازاي بقى او البروسيس او الانفكشن سايكل، ايه هي السايكل اللي من خلالها بيدخل الانفكشوس ايجنت داخل الجسم ويبدا ان هو يعمل انفيجن ويعمل ديفلوبمنت ويعمل مالتيبليكيشن داخل الجسم، ازاي هي السايكل بتحصل او التشين اوف انفكشن. عندنا 6 كومبوننتس للانفكشوس سايكل. اول حاجه الانفكشوس ايجنت، لازم يكون عندي الكوزيتيف ايجنت اللي هيسبب المرض، لازم يكون عندي ريسيرفوار سورس للانفكشن، حاجه هتاخد الانفكشوس ايجنت دي هتتلقى الانفكشوس ايجنت، هيبقى فيها الانفكشوس ايجنت، وعلشان يلاقي له بورتال اوف ايه انتري او بورتال اوف اكزيت، يلاقي له مدخل يدخل منه في means of transmission، في عندي مودز للترانسفيميشن، يعني عندي وسائل للانتقال موجودة متوفرة جدا، عندي portal of entry هيدخل، هو هيخرج من حد ويدخل في حد تاني ويبدأ ان هو يعدي مين susceptible host، الهوست اللي هو اللي هو قادر على اكتساب الانفكشن، عنده كل العوامل اللي تأهله ان هو يكتسب الانفكشن. يبقى عندي 6 components of infection cycle، دي مهمة جدا او هنسميها the chain of infection. اول حاجة the infectious agent، the reservoir، portal of exit، modes of transmission، portal of entry، with susceptible host. اوكي the infection cycle، اول حاجة هنتكلم عن the causative agent او the infectious agent، هو عبارة عن microorganism، مايكرو اورجانيزم او اي ايجنت ايبل تو كوز الانفكشن، قادر ان هو يسبب الانفكشن، زي البكتيريا، الفيروس، الفنجاي، اي ايجنت قادر على انه يسبب الانفكشن ده كوزيتيف ايجنت او انفكشوس ايجنت، زي البكتيريا والفيروس والفنجاي. مين هو الريسيرفوار؟ الريسيرفوار فور جروث and multiplication of microorganism، خلاص is the habitat of the organism، ده المكان اللي بيعيش فيه الأورجانيزم. الريسيرفوار ده ممكن يكون human، ممكن يكون animal، ممكن يكون object، ممكن يكون food water milk، اي حاجة في الدنيا يقدر الميكروأورجانيزم ان هو يعيش فيها، اي حاجة في الدنيا يقدر مايكرو اورجانيزم، ده ريسيرفوار يقدر مايكرو اورجانيزم ان هو يعيش فيها عشان يسبب بعد كده الانفكشن، يكون الانفايرومنت بتاعته جاهزه ان هو يعيش، يبقى فايبل ويسبب الانفكشن بعد كده. قلنا ممكن يكون هيومن، ممكن يكون انيمال، ممكن يكون اوبجكت، اي اوبجكت، ممكن يكون فود ووتر ميلك، اي حاجه ينتقل عن طريق الانفكشن. البورتال اوف اكزيت، طيب انا عندي الريسيرفوار ده خلاص، هو عنده المايكرو اورجانيزم موجود سواء هيومن ولا انيمال او ايا كان، لازم يلاقي له بورتال اوف اكزيت، هيخرج علشان يبدا يعدي يروح لحد تاني. البورتال اوف اكزيت ده علشان يحصل له ايه اسكيب، يخرج يهرب من المكان ده ويروح لحد تاني يبدا ان هو يعدي. ممكن يكون البورتال اوف اكزيت ده ممكن يكون ريسبيراتوري عن طريق التنفس، حد دلوقتي عنده الانفكشوس ايجنت وقريب مني وهيبدا ان هو يتنفس وانا اخد منه الفيروس مثلا. ممكن يكون جاسترو انتستاينال او جينيتو يورينري تراكت، ممكن يكون عن طريق البلاد، كل دي بورتال اوف اكزيت او بورتال اوف انتري، من مكان ما بيخرج المايكرو اورجانيزم من مكان ما بيدخل، يعني هو لو بيعدي عن طريق التنفس يبقى هيخرج عن طريق التنفس ويدخل عن طريق التنفس، لو بيعدي عن طريق البلاد يبقى هيخرج في البلاد ويدخل عن طريق البلاد برضو، يعدي عن طريق البلاد. لو جاسترو انتستاينال نفس الموضوع، فهو البورتال اوف اكزيت فور ذا انفكشوس ايجنت is the same for portal of entry for the A causative agent، هو نفس الايجنت. المودز اوف ترانسميشن،
طيب ايه هي الوسائل اللي عن طريقها بيحصل الانتشار او الانتقال من حد لحد؟ ممكن يكون المود اوف ترانسميشن ده ممكن تكون بطريقة دايركت كونتاكت، وممكن تكون بطريقة اندايركت كونتاكت. الدايركت كونتاكت دي بتعتمد على البروكسيميتي، البروكسيميتي بين السسبتابل هوست والريزرفوار، اللي عنده الانفكشوس ايجنت واللي هيتعدي اللي هو الهوست، بيكونوا قريبين من بعض جدا، يبدأوا يا إما هيتنفس ياخد منه المايكرو أورجانيزم عن طريق النفس أو عن طريق البلوت أو السكشوال انتركورس، عن طريق الكيسنج والتاتشنج، ده إيه من الكارير للإنفكشوس بيرسون أو للسسبتابل هوست. ممكن تكون بطريقة اندايركت بتنتقل، ان الانفكشوس ايجنت ده ينتقل ل انانيميت اوبجكت، لسطح مثلا، لاي انسترومنت، عن طريق انفكتد بلاد، كونتامينيتد بلاد، كونتامينيتد فود، كونتامينيتد ووتر، اي حاجه كونتامينيتد بيبدا ان هو يطلع فيها المايكرو اورجانيزم، ونرجع احنا ناخدها تاني من خلال ان احنا نشربها في ميه، ناخدها في اكل، في اي حاجه. خلاص ناخدها عن طريق البلاد مثلا، ان انا اكون حصل لي جرح بسيط فيبدا المايكرو اورجانيزم يدخل في الجرح ده من اي انفكتد اوبجكت. البورتال اوف انتري زي ما احنا قلنا، البورتال اوف انتري هو البورتال اوف اكزيت، زي الريسبيراتوري تراكت، يوريناري تراكت، الجينيتو، الجاسترو انتستاينال، كل الحاجات دي ايه ممكن تبقى بورتال اوف انتري او بورتال اوف اكزيت. السسبتابل هوست زي ما احنا قلنا، السسبتابل هوست ده اللي هو الهوست او اللي هو ما عندوش ريزيستنس، ما عندوش ريزيستنس وما عندوش ديفنس، فبالتالي هو سسبتابل للايه ان هو ياخد الديزيز. يبقى هنقول تاني ايه هي الانفكشوال سايكل. الانفكشوال سايكل لان دي مهمة جدا، الانفكشن سايكل بتحتوي على الانفكشوس ايجنت، الريسيرفوار، بورتال اوف اكزيت، مود اوف ترانسميشن، بورتال اوف انتري، سسبتابل هوست. 6 كومبوننتس مهمين جدا علشان السايكل بتاعتي تفضل، يفضل الاورجانيزم يدخل ويخرج ويمشي في السايكل بتاعته لحد الاخر. يبقى لازم يكون عندي infectious agent وهو المايكرو اورجانيزم، لازم يكون عندي ريسيرفوار عشان يعيش فيه المايكرو اورجانيزم ده، يلاقي مكان يعيش فيه ويبدا بعد كده يلاقي له بورتال اوف اكزيت، مخرج تو اسكيب، يخرج ويبدا ان هو يروح عن طريق المود اوف ترانسميشن، يا اما دايركت او اندايركت كونتاكت، بطريقه دايركت او اندايركت، ويبدأ ان هو يلاقي له بورتال اوف انتري، مدخل علشان يروح للسسبتابل هوست. طبعا علشان نوقف السايكل اوف انفكشن دي لازم نعمل ايه، بريكنج للتشين اوف انفكشن. يبقى لازم ان انا عندي كل كومبوننت من اللي احنا قلنا عليهم السكس كومبوننتس دي، ناخد السيفتي بريكوشن بتاعتنا علشان نوقف السايكل بتاعت الانفكشن. بالنسبه للانفكشوس ايجنت ده على سبيل المثال طبعا وليس الحصر، ان احنا نستخدم الديس انفكتنس، هنستخدم انتيسيبتيك، هنعمل واش للهاندز. بالنسبه للريسيرفوار واش للهاندز برضو، ايزوليت الريسيرفوار لو كان كارير ولا حاجه نعمل له ايزوليشن، ونستخدم السيفتي بريكوشن كلها، ونستخدم الماسك والجلافز والحاجات دي، نستخدم بروتكتيف ايكويبمنت. البورتال اوف اكزيت والبورتال اوف انتري طبعا هنعمل واش للهاندس وهنستخدم بروتكتيف ايكويبمنت. طبعا الريسبيراتوري اتيكيت مهم جدا، والمودز اوف كوميونيكيشن دي مهمه، الويست ديسبوزال طبعا ما نخليش فيه فرصه خالص في الانفايرمنت ان يحصل ان هو ينتقل، سواء البورتال اوف اكزيت او البورتال اوف انتري. هنستخدم الاسترايل ايكويبمنت علشان مثلا لو هينتقل عن طريق البلاد، هنستخدم الماسك عشان الريسبيراتوري، هنستخدم الجلافز، كل الحاجات دي لازم ايه ناخد بالنا منها. المودز اوف ترانسميشن طبعا هنعمل واش للهاند، سواء المودز اوف ترانسميشن دي بالدايركت كونتاكت او الاندايركت كونتاكت،
يبقى لازم يكون عندي السيفتي بريكوشن، فود اند ووتر سيفتي، والهاند ووشنج، كليننج وديس انفكتنت وسترلايزيشن. كل الحاجات دي مهمة جدا عشان نعمل بريكنج للتشين اوف انفكشن. كده المحاضرة بتاعتنا خلصت، نبدأ ان احنا ايه نجمعها تاني من الاول ونقول احنا اتكلمنا عن ايه النهاردة عشان نراجع السلايدز بتاعتنا. اول حاجة اتكلمنا عن التايبس اوف ابيديميولوجي، وقلنا في عندنا نوعين مهمين جدا، اما ديسكريبتيف او اناليتيك، يا اما هي دراسة وصفية او دراسة تحليلية، وبيسبق الدراسة التحليلية دراسة وصفية، ودي مهمة جدا. الدراسة الوصفية بوصفها عن طريق بيزك تريات اللي هو بيشمل التايم والبليس والبيرسون، لازم اوصف دول كويس جدا عشان اقدر اعرف ايه هي الفيتشرز بتاعت الديزيز، ومن خلالها اقدر ان انا احط هايبوثيسز افتراض واشوف العلاقة بين الديزيز والكوز، وابدأ ان انا بعد كده احط بلان، ومن خلال البلان ديت ابدأ ان انا اعمل امبلمنتيشن واعمل ايفاليويشن للاستراتيجي بتاعتنا. طبعا اتكلمنا عن البروسيس اوف ابيديميولوجي، وهي بتبدأ بان انا اعرف، لازم اعرف ايه هي البروبلم، اعمل كولكت للداتا، لازم اجمع معلومات، بعد كده هبدأ اشوف هي ايه هي الميثودز اللي هستخدمها، واحط بلان، واعمل امبلمنتيشن للبلان دي، واعمل ايفالويشن. اتكلمنا عن الابيديميولوجيكال بيزك ابيديميولوجيكال تراياد للاناليتيك ابيديميولوجي، وهي بتشمل ثلاث حاجات مهمين جدا، الهوست والايجنت والانفايرومنت، وقلنا العلاقه بين الثلاثه دول، الانتر اكشن بتوين الايجنت والهوست والانفايرومنت، دي اللي بتسبب لنا الانفكشن بعد كده. وقلنا انفكشن يعني انفيجن للمايكرو اورجانيزم، وديفلوبمنت اند مالتيبليكيشن في الهيومن او الانيمال، ودوت بعد كده اللي بيعمل الانفكشن. الانفكشن دي ليها تشين او ليها 6 كومبوننتس، السايكل بتاعتها بتحصل عن طريق 6 كومبوننتس مهمين جدا، الانفكشوس ايجنت، الريسيرفوار، بورتال اوف اكزيت او بورتال اوف انتري، والمودز اوف ترانسميشن، وسسبتبل هوست. بعد كده لازم، مهم جدا، اهم حاجه في الموضوع ان احنا نقدر نعمل بريكنج للسايكل انفكشن سايكل، والبريكنج كده عن طريق ان انا استخدم ديس انفكتنس والانتيسيبتيك والهاند ووشنج، بروتكتيف اكويبمنت، ان انا يكون عندي ريسبيراتوري اتيكيت، يكون عندي ويست ديسبوزال، يكون في كليننج الانفايرومنت وسترلايزيشن، يكون فود اند ووتر سيفتي. كل الحاجات دي مهمه جدا عشان اعمل بريكنج للسايكل اوف انفكشن. Thank you.